مدينة البصرة الجنوبية العراق مظاهرات تطالب بتحسين المعيشة وتوفير الخدمات. أعلن الحرس الثوري الإيراني وفاة أحد قادة قواته البرية، وأشار إلى أن العميد قدرة الله منصوري قائد مقر ثامن الأئمة العسكري شرق إيران توفي إثر تعرضه لطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه الشخصي. أوضح الحرس الثوري أن منصوري كان من قادته العسكريين خلال الحرب العراقية الإيرانية. أعرض وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أمله في تحييد حزب العمال الكردستاني بشكل تام في الأيام المقبلة. وقال أكار في كلمة له خلال حفل تقديم أوسمة في مقر رئاسة الأركان التركية في أنقرة إن المكافحة الصارمة أدت إلى تصدعات كبيرة داخل الحزب الذي تعده تركيا منظمة إرهابية. أضاف أن بلاده ستواصل الذود عن مياهها الإقليمية وحماية حقوقها ومصالحها فيها، ولا سيما في بحر إيجه وشرقي المتوسط. أعلنت حركة طالبان الأفغانية في بيان أن جولة أخرى من المفاوضات ستجرى اليوم بين ممثليها و